حاضرين معنا اليوم 12 دولة ممثلة بجهاتها، وتم التوقيع على هذا خلق شبكة الاستثمار الجهات الإفريقية تمشيا مع توجه ديال صاحب الجلالة نصره الله فيما يخص العلاقات مع جنوب والعلاقات مع المغرب، المملكة المغربية مع العمق الإفريقي. هنا كجهة اليوم بادرنا بمجموعة من خلق مجموعة من الآليات الخاصة بالاستثمار. هذه مناسبة في هذا المجال اللي فتحنا اليوم، أنه نعرفوا بالجهة ديال رباط صلاح قنيطرة الاستثمار، موديل القانون الخاص بالاستثمار، وكذلك الإمكانيات اللي وضعنا راه المستثمرين من أجل خلق أولا الموال البي بي ريجيونال، الناتج الداخلي الجهوي، أننا نشتغلوا عليه نفعوا وتولي عندنا واحد التصور جهوي هذا الباب هذا، وكذلك خلق فرص الشغل، وكذلك خلق مواد إضافية يمكن أن تعود على الجهة وعلى البلاد بصفة عامة بالنفع. كذلك اليوم المغرب هو قاطرة إفريقية، مجموعة من التجارب ناجحة يجب أن نشارك بها إخواننا في إفريقيا، وكذلك يجب أن نأخذ العبرة بالتجارب الإفريقية. اليوم كاين حضور مهم، أكثر من 100 مشارك من إفريقيا، أكثر من 400 مشارك داخل هذه الندوة هذه. كذلك كون هناك مجال أن نلتقى أيدي المستثمرين باش يعرفوا بعضياتهم، يعرفوا المجال اللي كيشتغلوا عليه، نقاط القوة نقاط الضعف. هذه اليوم الأول، كاين اليوم الثاني اللي يخص السيارات الميدانية باش يتعرفوا على المشاريع اللي احنا عندنا داخل الجهة، المناطق الصناعية، مناطق اللوجستية. إذا إمكانيات مهمة داخل الجهة، هذه مناسبة أنه يتم هذا التعارف بين الإخوان الأفارقة وإخوانهم المغاربة. طيب اليوم مزيزية رباط صلاح قنيطرة المنتدى الإفريقي للتنمية، وهذا المنتدى الذي يهدف إلى تنمية إفريقيا وخلق التعاون جنوب بين الدول الإفريقية، وجعل علاقات رابح. واليوم تنظيم هذا اللقاء هو يعبر عن انفتاح المملكة المغربية واتباع طريق صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في اختراق السوق الإفريقي، وجعل الدول الشقيقة الإفريقية دول تتبادل الخبرات مع المغرب وتتبادل ترفعه وكذلك مراكم التعامل التجاري بين المغرب والبلدان الإفريقية. ويوم غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة رباط صلاح قنيطرة لأنها مسؤولة اقتصادية الأولى في الجهة وكذلك ممثلة للمهنيين في جهة رباط صلاح قنيطرة، تحضر هذا المنتدى لتلعب دورها الاقتصادي في فتح علاقات جديدة مع الدول الإفريقية، وكذلك بمساهمة رجال أعمال من جهة رباط صلاح قنيطرة للبحث لهم عن أسواق جديدة في إن يستثمرون، كذلك جذب مستثمرين أفارقة جدد لجهة رباط صلاح قنيطرة.